صباح الخير عليكم السعادة يا مصطفى، وصباح الخير على كل المشاهدين اللي بتفرجوا علينا من كل مكان. تفاءل بما تهوى يكن، دي مقولة كده بتتقال دايما عشان اللي انت عايزه من جواك هو ده اللي هيحصل. كتير مننا أول ما بنصحى من النوم في حاجات ممكن تحصل في يومنا تخلينا نقول يوم كويس قوي، وفي ساعات كتير حاجات تحصل تخلينا نقول يا ساتر يا رب هو يوم يعني باين من أول، وحاجات ساعات تخلينا نتفائل وساعات حاجات تخلينا نتشائم. انا من الناس اللي ما بعترفش قوي بالتفاؤل والتشاؤم، مش بحب قوي الكلمه دي، وما بحبش ان انا اعلق يومي او حياتي على حاجه زي دي، لكن للاسف في ساعات كده بتحصل حاجات غصب عننا، تبقى نازل او صاحي الصبح زي الفل كده تنزل تلاقي كاوتش عربيتك نايم، تمشي شويه تلاقي مش عارفه اي حاجه تحصل. ففي حاجات بتدعو شويه انك مش هقول تتشائم لكن تقول ايه يعني يا ساتر يا رب يعني اليوم ده ايه اليوم الحلو ده. وفي ساعات كتير بالعكس تحصل حاجات كويسه، تجي لك مكالمه حلوه على الصبح مثلا، حد يبلغك فيها بخبر جميل، او انت رايح الشغل تسمع الاغنيه اللي انت بتحبها. صحيح. توصل الشغل تلاقي الناس بتبتسم وبتضحك في وشك. التفاؤل عامه هو الاعتقاد ان حاجه حلوه هتحصل، ده انك تبقى مصدق ده. وفي الحقيقه الناس اللي بتتفائل دايما وبصل نص الكوبايه المليان، الدراسات اثبتت ان هم دول دايما في صحه كويسه وصحتهم حلوه كده ولياقتهم البدنيه بتبقى كويسه. وطالما ان القادم في غيب الله يبقى ان شاء الله نظنه جميل. لكن يعني حابين نعرف من حضراتكم ايه اكتر حاجه بتتفائل بيها في بدايه يومك. خلونا نبتدي الاول مع مصطفى ونعرف منه لو يا مصطفى في حاجه كده لو يومك ابتدى بيها الصبح. حاجات كتير يعني، ضحكه حلوه من طفل صغير، مكالمه من حد بتحبه، مكالمه من حد ما شفتوش بقالك يا انت فين يا عم، يعني هبدا بيك يومي، ده حاجه جميله جدا. شويه قهوه حلوين حقيقي يعني. أيه. بصراحة القهوة من أكتر الحاجات لو فيها يعني، لو الصبح كده بادئ يومك بكوباية قهوة جميلة بحس إن يومك بيبقى كويس. يعني لو اليوم رايق هيبقى بالظبط كده. هو بصي عموما تفاءلوا بالخير تجدوه، ده حديث نبوي، وبشروا ولا تنفروا، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. يعني إحنا ما بنجيبش حاجة من عندنا، اللي أنت هتتوقعه كل ما هو متوقع آت. فأنت النهاردة أنا متفائل خير، أنا شايف إن النهاردة يا رب النهاردة إن شاء الله يبقى خير، هيبقى خير. لا يا عم أنا النهاردة قافل، فهيقفل على فكرة. يعني أنت رأيك إنه أنا لو أنا حاطة في دماغي إنه اليوم هيبتدي بطريقة وحشة بيبتدي بطريقة وحشة. أنت اللي بتصنع يومك. حقيقي. أنت اللي بتصنع يومك، وفي حاجات كتير جدا بتحددها، منها يعني إيه سلامك النفسي. وسلامك النفسي مرتبط جدا جدا بإيقاعك في هذا اليوم، فأنت لو أنت عندك سلام نفسي والدنيا لطيفة هتلاقي اليوم حلو. لو أنت الدنيا معاك متضايق او كده اكيد ده هينعكس على سلوكك، على انطباعاتك. صح. على تعاملك مع الناس، فهتلاقي اليوم وحش. فهو بشكل عام في حاجات كتير، في ناس جدا يعني تحب تبدا يومها زي ما قلنا كده في فنجان قهوه بصوت قران، بصوت عصافير على فكره من الحاجات اللي بتفائل بيها جدا في بدايه اليوم. انا كمان لو يعني شفت كمان عصفوره على الشباك بنبسط قوي. طبعا طبعا. فحاجات كتير جدا، وفي النهايه انت اللي بتصنع يومك، يعني انت اللي بتحدد يومك ده هيبتدي ازاي. ده حقيقي. طب انت رايك ايه في الناس اللي بتتفائل وتتشائم بالارقام؟ والله هي مش قصه ارقام، هي قصه بس انت النهارده هتعمل ايه يعني. يعني لا، في ناس مثلا عندها تقول لك يا ساتر النهارده يوم 13 او يوم الثلاث مثلا. انا ما اعرفش ليه الـ يعني الموضوع ده جاي منين، بس يعني في ناس. لا هو تاريخيا في حاجه اسمها الثلاثاء الاسود. ده اللي نزلت فيه البورصه واللي مش عارف حصل فيه ايه، اللي هو التهاوي العظيم، حتى ده معروف الكساد كان يوم الثلاث ده. فمالهاش علاقه بحاجه. هو النهارده ايه؟ النهارده النهارده ايه فعلا؟ النهارده الثلاث. لا لا ان شاء الله اليوم يبتدي حلو ويبتدي جميل. على كل حال التفاؤل هو من الحاجات الكويسه جدا اللي كلنا نقدر ان احنا نبتدي بيها يومنا، لانه في الاول وفي الاخر زي ما مصطفى كان لسه بيقول انت اللي بتعمل يومك، وانت اللي بتقرر النهارده يومي هيبقى عامل ازاي. في بعض العكوسات اللي ممكن تحصل تخليك شويه تحس انه يعني زقوا معايا اليوم شويه، لكن على كل حال احنا يعني بنقول انه ان شاء الله ان شاء الله
كل الايام تبقى كويسه، وكل حاجه بايد ربنا، وكل حاجه ربنا بيعملها لنا بتبقى حلوه، سواء حتى لو مش عجبانا شويه او شايفين ان يمكن دي عكوسات في يومنا، هي في خير في الاول وفي الاخر. ايه اكتر حاجه بتتفائل بيها في بدايه يومك؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها ان شاء الله في خلال الحلقه النهارده، وهنتناقش مع بعض فيها، وان شاء الله تبقى يعني موضوع دمه خفيف ونضحك مع بعض فيه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم.